والواقع بيقول إن البقاء للأقوى والأكثر خداعا بس الحقيقة بتقولها غير كده الحقيقة اللي بنؤمن بيها واللي بتبر لما بتمر الأحداث بنقدر نكتشفها الحقيقة بتقول إن الأنبياء جم عشان يعلمونا الحقيقة والحقيقة ما كانتش هي الواقع اللي حصل احنا عندنا الواقع بيقول لنا إن البقاء للأقوى بس اللي حصل مع سيدنا نوح بيقول ان البقاء كان الاطيب مش اللي نجوا مش كانوا الاقوى لا كانوا الاصلح كانوا الطيبين وعشان كده لازم نفهم الحقيقه لان احنا لو تجاوزنا الحقيقه مش هنقدر نفسر الحياه وخاصه لما تمر هذه الاحداث وكذلك الصالحين وكمان الناس الطيبين بيعيشوا بالحقيقة لأن الطيابة هي الحقيقة ليه؟ لأن في الحقيقة الشخص اللي بيعيش بأن فيه حقيقة من عند الله أنه طيب لا يقبل إلا طيبة وأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بحقيقة اللطف والجمال والرحمة فغير قلوب الناس علمونا نحمد ربنا ونقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فالحقيقة لما تكون موجودة تذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الناس بقى اللي بتحيش إن الواقع هو الأحداث بيصيبهم تمن مصايب لازم نتكلم عنها ممكن تقول عليهم تمن مصايب أو تمن مشكلات الناس بتقع بقى في إيه أول حاجة اللي شايف ان الحقيقه هي الواقع وان مفيش مفر من الواقع وان نهايه كل حاجه هي الواقع اللي احنا بنشوفه اول حاجه بتصيبه الكميه يعني ايه الكميه الشخص اللي بيقول انا واقعي هو شخص كمي بيشوف الحياه مقفوله على الماضي ولانه عنده تجربه سوداء بيشوف ان الحياه كبوس حصل في الماضي ومستمر لإن اللي حصل في الماضي من خبرات هي حبساني وسجناني فيها وما اقدرش اتجاوزها. لكن الخبرات في المعنى الصحيح لما تكون عايش بالحقيقه الخبره معناها شيء بتتعلمه في الماضي ويفتح لك باب تقدر تمشي بيه في المستقبل. لكن الخبره اللي بتغلق عليك وتحبسك في الماضي ما بتبقاش خبره. بتبقى والعياذ بالله كابوس. الخبره هي اللي انت تتعلمه ويفتح لك الطريق للمستقبل عشان كده ما ينفعش نقول للأحداث دي هو براها ما هتمر والظلم ده مش هيزول الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة ليقولي الأبصار يبقى ما تقولش الكلام ده لا كل الأشياء دي بتتغير يبقى أول مشكلة ومصيبة بتحصل للشخص اللي بيعيش أن الواقع هو الحقيقة و أن الأحداث دي بسوادها مش هنقدر نخرج منها أن هو بيبقى كمي ما يقدرش يفكر خارج الكم